طيب ارجع واتكلم على اللي بيحصل حاليا. لجنة الحكام خدت قرار بإقامة المعسكرات بدءا من الغد. النهارده. او النهارده. اليوم 14 النهاردة. اليوم. لمدة 8 ايام. فوق 4 ايام وفوق تاني 4 ايام. اولا طبعا ده لو بنقارنه بمعسكرات اللجنة اللي قبلها كان كلام فاضي، اللي قبلها كان المعسكر يوم ونص. لكن المرة دي بتتكلم في 4 ايام معسكر، ادوات تدريب، كل حاجة. تعليقك يا كابتن ناصر وتأثير ده على استئناف الدوري. برافو عليك. طبعا دي بداية التصحيح. وده الشغل الصح. لو انت بتحسب 4 ايام اقولهم لك. في افتتاح النهارده هيتم، تمام، في توزيع مهام هيتعمل. ايه يا كابتن؟ تعمل شغل بدني كويس قوي قوي، دي نمره واحد. ده يومين بيتعمل، بتعمل محاضرات للقانون. يعني ايه؟ لو احنا النهارده عندنا مشكله في لمسه اليد، يجي المحاضر يوحد القرارات، ادي محاضره. الاخطاء اسس السلوك، ادي محاضره. التسلل، يعني كل العناصر القانون تدرس. دي حاجه. حاجه ثانيه، بتعمل شغل فني في الملعب، وده المهم يا كابتن محمد. النهارده لما تيجي تسال مسيمو موساكا يقول لك الحكم النهارده 80% ملعب 20% محاضرات. العكس. طب ايه تاني اللي هيتعمل؟ في اختبارات النهارده تعمل، اختبارات القانون، في الفيديو تيست، الاوفسايد تيست، تعمل تربيه، كل الكلام ده بيتعمل. يعني الاربع ايام كلهم شغل كابتن محمد، هو ده شغل التحكيم. نيجي اجهزه السلمتر اللي موجوده اللي هم جابوها، ده مهم جدا جدا جدا. ده ما كانش موجود قبل كده، هيشتغلوا عليها. أربع أيام هيبقى شغل من النار، هو ده شغل التحكيم. الانضباط، تدي مادة علمية كويسة، تمام، الكل بيلتزم، وعندك الضوابط، هو ده النجاح. لابد، بعد المعسكر ده اللي بيخطئ يتحاسب. وعندنا سياسة الثواب والعقاب، ده مهم جدا جدا جدا. البداية بداية طيبة، وأنا بشيد بهذه البداية، 8 أيام على معسكرين، شغل كويس قوي قوي كابتن محمد في الفترة اللي جاية، نتمنى ليهم التوفيق. ونمرة واحد يا كابتن محمد مهمة قوي قوي قوي، إن إحنا الشفافية تكون موجودة. لازم، نقطة مهمة جدا، عندنا بكرة اختبار وارنر على فكرة، في اختبار لياقة بدنية بكرة بالظبط. أنا كنت أتمنى إن لجنة الحكام تدعو الإعلاميين يجوا يشوفوا على أرض الطبيعة، ده شغلنا. يجوا مفيش مشكلة، وصوروا وشوفوا. بكرة في اختبار للمساعدين، يوم السبت في اختبار للحكام اللي لم يوفقوا، في الحكام اللي هم صفار. طيب.